هذا البرنامج برعاية شركة الحفناوي لتصنيع خراطيم الري الحديث خبرة 20 سنة في تصنيع خراطيم الري بالتنقيط عالية الجودة. تصنيع جميع مقاسات الخراطيم من 16 ملي ل 90 ملي. أسعار تنافسية ومناسبة لجميع المزارعين. خدمة توصيل مجانية للكميات لجميع أنحاء الجمهورية. ضمان حقيقي يصل ل 10 سنين وفريق عمل كامل لتلبية احتياجات المزرعة. كل لفة معاها ضمان حقيقي. الحفناوي للري بالتنقيط الأفضل لمزرعتك. مع خبرة تصل إلى 70 عاماً هنا في مناحل الأصيل، نهتم بأدق التفاصيل، بداية من تربية سلالات النحل المتخصصة في إنتاج جميع منتجات النحل من خلال أكثر من 1000 خلية نحل، وصولاً لمنتج مطابق للمواصفات العالمية نفخر بأن يحمل اسم الأصيل. الأصيل أصل العسل. لو سمحت، عندي دفعة بكرة وعايز أحصنها من إينوفال. حاضر يا فندم، تحت أمر. شكرا يا دكتور، الدفعة وصلت وكله تمام. إيفاس، حماية بامتياز. مهندس عمرو عبد العزيز، مسؤول الجودة والمشروع، اهلا بيك. طبعا انت زي ما شايف ان الجوده اساس المنتج. احنا بالنسبه هنا جودتنا بالنسبه للمشروع، خلينا في بدايه البطاطس. البطاطس بتتحسد، بنتابع البطاطس من بدايه الزراعه، اسلوب الزراعه وطريقه الزراعه بتاعتها، بعدد المطلوبه والمبيدات المطلوبه، وبعدين في الحصاد بنخش على الحصاد بنطلع الجوده بتاعتها باحسن صوره. يعني حبايه مثلا فيها اي امراض، اي فيروس، اي حاجه بنطلعها. فرز بيبقى على ارض في الحقل نفسه. في الحقل نفسه، وبتروح المحطة بيتعاد على الفرز تاني في المحطة، وبتتصدر من بعد المحطة على طول. بالنسبة للشحن، طيب الشحن مثلا بيتحط ليه طريقة معينة في الشحن. الشحن مثلا اللودر هو شغال، مثلا اي معدة عامة شغالة، بتبقى بتتعامل مع البطاطس باسلوب هادي، ما ينفعش فيها مثلا تهبد الجنب عشان ما يأثرش معايا بعد كده ويعمل معايا كدمات، هيعمل معايا مشاكل كتيرة بعد كده. فدي مراقبة جودة، شغل الجودة في المزرعة مراقبة على الموضوع ده. محصول البسلة اللي احنا بنتعامل معاه ازاي هنا؟ البسلة هنا اللي موجودة منش، بسلة منجو، بسلة شجر، بسلة الاثنين تصدير، ما بتنزلش السوق المحلي كتير. البسلة المنج بتروح انجلترا، بنوديها هنا، بتبقى معانا الجودة بتاعتها كويسة. لو الحباية مثلا حببت بتترفض في التصدير، فما بتنفعش ان هي تحب. احنا بنعمل بنحصدها قبل ما تحب، قبل ما تحبب الحباية. الحبايه المتحببه بتبقى ديت مرفوضه في التصدير، وليها مثلا مواصفات معينه. قطعه القرن نفسه من الشجره ليها مواصفات معينه. بالنسبه للاسعار هنا، البسله قد ايه بقى؟ الاسعار مثلا بيبقى في مصر البسله دي بتتصدر مثلا ب60 جنيه، بتطلع من الارض مثلا ب60 جنيه. سعر الصادر بره اعلى من كده بكتير. بكام يعني مثلا تقريبا كده تروح بكام؟ تتراوح مثلا من $18 $20. التعامل ازاي مع البصله بقى؟ البصل بنتعامل معاه، بنزرعه،
بنزرعه بقى شتلات، وبعد الشتلات بنيجي لما يكبر بنقصد البصل دوت بيطلع ينشف الاول بره، بيطلع ينشف الاول بره، وبعدين بنوديه المحطات يتعبى ويتصدر برضو انجلترا. المهندس عصام عز الدين مدير مشروع بشركة مزارع المتحدة، أهلا بك. أهلا بحضرتك، وأول حاجة لازم أتشرف بيكو ونورتوا المزرعة بتاعة أبو سلطان من ضمن مجموعة شركات المزارع المتحدة، ودي مزرعة 3200 فدان متقسمة طبعا ري محوري 2500 فدان 25 جهاز، ري محوري طبعا بيفوت 25، وكان اول ما بدأنا خدنا المشروع او استلمناه كان في 6 2020. ابتدينا نقسم طبعا بكوادر اللي موجودة من الشركة، من مهندسين زراعيين، من مهندسين انشاء، مهندسين ري، وعملنا مراحل المشروع. طبعا احنا بننقل المية من على مسافة 14 كيلو بعد من المشروع، نقلناها من 7 كيلو في بيارة، ونقلناها تاني بأربع ترمبات تاني للبيارة عندنا في الأرض. عندنا مقسمين المشروع هنا لأجهزة ري محوري معظمها مزروع بطاطس، في أجزاء طبعا بسلة، وفي أجزاء بصل، وفي جزء تاني طبعا طماطم. وطبعا المشروع خد تقريبا سنة إنشاءات أو أكتر، مثلا سنة وشهر. تقسمت طبعا لري ومجموعة إنشاءات في المزرعة، لأن طبعا كان لازم المهندسين ولازم العمالة طبعا تكون في المزرعة. كمدير مشروع النهاردة لو أنا عايز أستصلح فدان تكلمت قد إيه؟ يعني هي من عندنا هنا في المشروع، لا استصلاح فدان ممكن يتراوح ما بين من 20,000 ل 30,000، ده استصلاح بس، لان في اجزاء في مثلا فدان بيبقى فيه نسبه طفله عاليه، وفي فدان ما فيهوش طفله خالص، فده التراوح بتاعهم. تمام، موضوع بقى اللي هو شغل الري المحوري مع كابلاته ومع مواسيره عشان توصل لها مع الطرمبه بتاعته، لا تكلفه عاليه جدا. هنا في المشروع انا شايف هنا محاصيل بسله، بطاطس، بصل، احنا محتاجين الفتره الجايه التوسع في المحاصيل الزراعيه او البستانيه. طبعا احنا لازم نخش بقى في المحاصيل اللي هي الاشجار، لان هنا اسماعيليه طبعا يعني المحاصيل اللي فيها او معظم المحطات اللي فيها شغاله في كل الخضروات، كل الفاكهه. لازم نخش في موضوع الفراوله، لازم نخش في موضوع الثوم، احنا زارعين طبعا بصل، لازم نخش في موضوع الفواكه، المانجا، البرتقال، السفندي، كل المحاصيل دي لازم تضاف عندنا في المزرعه، ودي عامل لنا مخطط. الحمد لله احنا فاتحين طبعا في الاسواق الاتحاد الاوروبي، طبعا يعني معظم منتجاتنا ما بتنزلش هنا غير شيبسي وفارم فريتس، يعني ما بننزلش سوق محلي خالص. مهندس مصطفى نوار مسؤول زراعه البسله هنا، عرفنا بقى ايه هنا صنف البسله ايه بقى؟ البسله يا باشا صنفين، منش وشجر. الجلد والشجر دي محببه شويه. البسله دي يا تصدير يا اما هنا في مصر محدش بيستخدمها هنا. الفدان بينتج من 4 طن، من 4 ل 5 طن. زراعه البسله من شهر 9 بنبدا بنشتغل فيها زراعه لشهر 12، وبتشتغل معانا الحصاد لشهر 6. احنا ان شاء الله دوله مصر بتنتج، بدانا من 1000 طن في السنه وصلنا ل 6000 طن. احنا عايزين ننافس دوله زي جواتي مالا وزي مالي. وصلوا لإنتاجية الفدان وإنتاجية السنة المجمل كله ل 35,000. دي زراعتها مكلفة بالنسبة للفدان، اشرح لنا. الفدان يعني بيكلف معانا من 40 ل 42,000 من بداية الزراعة. من بداية الزراعة. تمام، الزراعة بنتعامل ازاي؟ الممارسات الجيدة بالنسبة للزراعة؟ الزراعة الوحيدة اللي بتستهلك عمالة على مستوى العالم هي زراعة البسلة، كلها يدوي، مفيش معدات نهائي. وديت احنا عندنا الأيدي العاملة متوفرة، فهي دي اللي ناجحه عندنا هنا في المكان، وهي عايزه جو اسماعيليه عشان الشمس والشبوره والكلام ده، لو في اي مكان تاني في شبوره فبتضر مننا. جربنا زراعتها على مستوى الجمهوريه. بالنسبه للاسعار بتاعتها، الاسعار بتاعتها بالنسبه لمصر من 30 ل 40 جنيه، واوقات بتوصل 50 جنيه، بره طبعا من 10 ل 12 دولار.
المزارع الصغير ممكن يزرع مثلا المزارع الصغير في دروبات بتحصل في السوق زي الكريسماس، فالناس مش هيجمعوها فبيتضروا منها. احنا بنكلف عماله وحصاد وعمليه اعدام للي نجمعه. طريقه الطهي بتاعتها ازاي دي يعني بخلاف البسله الثانيه؟ هي بتعمل لها عمليه النظافه وبعد كده هي بنظام مزه. هذا البرنامج برعايه شركة الحفناوي لتصنيع خراطيم الري الحديث خبرة 20 سنة في تصنيع خراطيم الري بالتنقيط عالية الجودة. تصنيع جميع مقاسات الخراطيم من 16 ملي ل 90 ملي، أسعار تنافسية ومناسبة لجميع المزارعين، خدمة توصيل مجانية للكميات لجميع أنحاء الجمهورية، ضمان حقيقي يصل ل 10 سنين وفريق عمل كامل لتلبية احتياجات المزرعة. كل لفة معاها ضمان حقيقي. الحفناوي للري بالتنقيط الأفضل لمزرعتك. مع خبرة تصل إلى 70 عاماً هنا في مناحل الأصيل، نهتم بأدق التفاصيل، بداية من تربية سلالات النحل المتخصصة في إنتاج جميع منتجات النحل من خلال أكثر من 1000 خلية نحل، وصولاً لمنتج مطابق للمواصفات العالمية نفخر بأن يحمل اسم الأصيل. الأصيل أصل العسل. لو سمحت عندي دفعة بكرة وعايز أحصنها من إينوفال. حاضر يا فندم، تحت أمر. شكرا يا دكتور، الدفعة وصلت وكله تمام. إيفاس، حماية بامتياز.